سوا باش نمشيو للمزرعة نكملو قضيتنا. الله يبارك. عسلامة. مرحبا بك مدام جميلة في المزرعة متاع بنزرت. باش نطيبوا المقلولة البنزرتية، ايش باش ناخذوا يا شيخ؟ باش ناخذوا لها هبرة الدان باش تجيني بنينة وخفيفة. أعطيني عاي شفتي هبرة الدان؟ هذه هبرة دان، نزيدكم حاجة أخرى؟ النجارة، مش نعملوها بالدجاج العربية؟ أي نعملوها بالدجاج العربي، هذاك علاش أنا باش ناخذ الدجاجة الذهبية فغمية. هذه الدجاجة فرمية، شنو نزيد نكمل لكم؟ سلطة المكحولية لازمها العظم والتلشعة. نزمو العظم زيادة العجينة متاعو، كي نعجنوه بالعظم. أعطيني عظم جون أورانج. تفضل مدام. شيف شنو ناقصنا توا؟ كملنا قضيتنا الكل، أيا توا نمشيو للكوجينة باش نطيبو فطورنا. بالسلامة. بالسلامة. بالسلامة وشاهية طيبة. هذا جي ماجين راه ممكن فما برشا منهم محطوطين ان بو نتصور ما قعد لنا كان هذا شوف قداش استعملوه السبانيور وقداش عاد ديجاجين اون في بانوراميك يعني كبيره برشا مسرح هو من غادي يعني الناس تبدا تتفرج على المسرح الدولي من المسرح نعم جو كومبرون مانون كي تقولوا علاش الحسن هذا هو اللي كان يحمي في مدينه بنزرت على خاطر فريمون لا فيو اللي بيان ديجاجي يعني عندك غادي جزرنا جزرة المنجيلة سكنة كبيرة اللي مازالت موجودة تشرف زيادة على المدينة وتحمي المدينة وعنا هذا دخلنا ندور الحصن الأندلسي هذا البرج الأندلسي واللي مدخل متاعه هاو تفضل هنا مدام حليمة فهمتش هو تو نورمالمون لاباس نسميوه لو فور اسبانيول ولا خاطر محطوطة البلاكة القلعة الأندلسية البرج سامحني البرج الأندلسي أي هي فما مشكلة كونه ما حقهاش البلاكة هذيك تحطها هكاك لأن الناس في بالهم اسبانيوري لكن هو آخر من تدخل في بنات هذا الحصن هما الاندلسيين. داكوغ. للا حليمه وقتاش تبني البرج هذايا؟ تبناه في القرن السادس عشر. واللي اعطى الاذن بالبناء نتاعو هو العلج علي الجزائري. باشا بعد ما وقع تصميم الهندسه المعماريه نتاعو المهندس المعماري جابرييل سيبوريلوني. نعم ويقال انه فم الحصن يعني توأم وهو توأم هذا الحصن في مالطا فما كيما البرج هذايا في مالطا يقولوا لي نفس الهندسه المعماريه يقولوا لي نفس الشكل ونفس الهندسه المعماريه انا قعد لي سؤال نحب نوثق لنا فورماسيون بالنسبه لي العلج التسميه محليك ساعه كي تقول لي زلي محليك راهي تهبل هاي والله التسميه نتاع العلج فيها من علجية ولا لا نحب نثبت اون فورماسيون هي صحيح هي الكلمه علجيه عندنا نقولوها في تونس كان وقت البيات وقت جايه من العلوج نتاع المسيحيين اللي اعتنقوا الاسلام والعثمانيين وقت الدوله العثمانيه يسميوا هذم المسيحيين اللي دخلوا دين الاسلام علوج واحنا خذينا بتعرف اللي احنا حكمتنا الدوله العثمانيه سنوات مدة دو خرجت اسم علجية علجية قعدت راسخة في المسميات متاع الجواري ولا غير الجواري اللي يعيشوا في القصور اوكي اكا هاو جي لانفورماسيون علاش فما اسم علجية ميرسي عشان نوصل المشوار
لازمك؟ يلزمها العجينة نحضروها. نصبوا 350 غرام في سميد ونزيدوا عليهم 200 غرام فرينة ديري ومغرفة ملح، وتوا باش نعجنوها بالماء نحطوها تتعجن. العجينة حضرت. حضرت طيب. يلا اش باش نعملوا؟ وتوا باش نبداو نحضروا المقرونة. ناخذوا العجينة طريفات هكا صغيرة نقصوها هكايا ونحطوها في وسط العود ونسكروا عليها هكايا ونعملوا كعيبة المقرونة كما توا هكا والطول اللي نحبوا عليه. هذه تقعد حتى تشيح والا نص شيح؟ اي نجموا راهو نطيبوها نص شيح ونجموا نشيحوها وتتخبى تقعد حتى بالشهور، وكي تبدا شيحه بالقدا حتى من غير ثلاجه ما يجرى لها شيء، اما كي تبدا نص شيح نحطوها في الثلاجه باش ما تفسدش. مقرونتنا شاحت وتوا باش نحضروا الصلصه. اعطيني الهبره دانت تاع المزرعه. اي نحطوا شويه ملح، ناخذوا شويه كركم، وباش نحطوا شويه فلفل اكحل، وتوا نحطوا مغرفه هريسه عبيده، وتوا باش نحط شويه ماء باش نحل كل هريسه وكل فيح. وبعد ما خلطته نحط البصل. اعطيني اكل حمص. هذه الحمص. وما ننساوش الثوم وكل ورقات نتاع الرند. هذه الحمص. وتوا نحطوا مغرفه الثوم. المقرونه هذه الدياري راهو ما يبانينها كان الرند. ونزيدوهم زيت نجمة ديو بلوس. قديش نحطو؟ أنا حطيت 8 مغارف وخليت مغارفتين باش نحطهم في الأخر. وتوا نخلط كتريفات متاع اللحم الكل على البارد. أي الكل على البارد. هذه سهلة هذه. وباش نخليوهم كتريفات متاع الداند 15 دقيقة يشربوا كل الملح والفيح. شعلنا الغاز وتوا باش نحطو مغارفتين طماطم عبيدة. قداش تقليها هذه؟ نقليوها 10 دقائق على نار واطية وما نصبوش ماء، توا أكل البصل هو اللي باش يسيب ماء باش يتقلى فيها كل الدانت. ملاهي تقليت لك والبصل ديجا سايب ماء، باش تمرقها هذه بالمسخوط؟ توا باش نمرقها. توا نحطوا أكل خرشف. قطة عندك هنا؟ قطة؟ أي قطة خرشف. وتوا باش نغطيها النحاسه ونخليها حتى يطيبك الخرشف نص طياب. وبعد باش نرميو بقيه الخضره. الخرشف طاب نص طياب، نرمي السفناريه. نرميو اللفت. وقت اللي طيب السفناريه واللفت نص طياب واحنا باش نرميو البطاطا. وتوا نبداو نحضروا الماء نحطوه يغلي باش نصمتوا المقرونه. نحطوا اكل ورقتين رند هكايا، نحطوا مغرفه ملح. ونرميوها المقرونه. هذه قديش عندك مقرونه؟ ابوبخي قديش تخذلها هذه؟ هذه 400 غرام اللي باش نطيبهم مقرونه. قديش يغليو؟ باش نخليها تطيب 12 دقيقه. المقرونه نتاع الدار راهي يحب لها وقت باش تطيب. نخليوها انا باش نخليها 10 دقائق ودقيقتين باش نخليهم للتجميره. مقرونه الدار البنه نتاعها كان فك التجميره نتاعها. انا تو حسب ما نفهم وقت اللي تطيب هذيا ونقصها شويه نخلطوها بالصوص اللي عملتها لنا وتتجمر وتعمل وما تتصورش كل بنه عاده في كل مقرونه باش نشوفوها على الطاوله بنينه والا لا ان شاء الله. طنجره هي وتوا باش نحضروا العجينه نتاعها. نصبوا 500 غرام فرينه دياري، نحطوا 250 غرام سميد دياري، نحطوا مغرفه ملح، وتوا نصبوا الماء ونغطوها. عجينتنا حضرت. وتوا باش نحلوا رشتتنا، نحطوا شويه فرينه دياري ونحلوا عجينتنا. نحلوها هكايا ونقعدوا هكايا نعملوا فيها بعود الرشته حتى ترهي في الورقه بالكدا كما قلنا ترونسبارونت. ترونسبارونت يا شيف تحلت ونفس الشيح موجوده. ايش باش نعملوا لها الورقه؟ توا باش نطويوها وباش نقصوها. ناخذوا العجينه نتاعنا نطويوها هكايا ونجيو هكايا لهنا في الوسط نقصوا على اثنين، وناخذوا باش طاير هكايا ونقصوها جويده هكايا تتقص اقل من ميمتر. اي هكايا جويده جويده على الاخر نقصوها وتبدا لنا كيما نجاره. ورشتتنا حضرت. شوفوا كيفاش سلاسل هكايا تجي. وتوا باش نحضروا الصلصه. نحطوا دجاجه ذهبيه فيغميه نتاع المزرعه، نحطوا مغرفه ملح، مغرفه كركم، نحطوا فلفل اكحل، نزيدوهم مغرفه هريسة عبيده ومغرفتين طماطم. نحطوا البصل، زيدوا عليهم حمص منفخ
شويه ماء نخلط، نزيد نصب زيت نجمه 8 مغارف زيت نخلط. وبعد ما خلطته اكله فيح في وسطك الدجاج، شعلنا النار وتوا باش نخليوهم يتقليو على نار واطيه. اتقليت بالقدا على نار ريحه بنينه، ريحتك الريحه ريحتك الفلفل الاكحل اللي فيها كالقرفه وشوش الورد وقشور البرقدين والقبابه. وتوا باش نمرق، هذه تو تقليت ومرقنا الخرشف نحطوه في المطبوخ، يزمو يتقص هكايا طويل. الخرشف طاب نص طيب، وتوا باش نرميه وسط النار يا ولفت، نتفقدوا الماء. اذا كان الماء نقص نزيدوه. انا الماء نتاعها باهي ملي حطيت من الاول، حطيت بالكدا ما زدتهاش. اما وقتاش تعمل تفيره ثانيه؟ كي تطيب الخضره نص طيب نحطوا الرشته نتاعنا تفور، وقت نجيو نرميو البطاطا. مالا تو يظهر الخرشف خذاه غاليه باهي مع الخضره. اي باش تكمل لنا التفويره. اي توا ناخذوا الكسكيس والرشته باش نحطوها في وسط الكسكيس. هذه البطاطا نحطها لك. اي بسم الله. نحطوا البطاطا. باه نحطوا الرشته نتاعنا تفور. توا نحضروا كل الجرينات نتاع الفلفل. أي. نفوحوهم وباش نعطيهم في الاخر. توا هذه فورت ربع ساعه هكا ولا؟ أي. ايش تعمل توا؟ توا باش نسقيوها. تسقيها برشا ولا شويه؟ نعوموها بالسقا ونحطوها في الفور تتجمر. ونقدموها فوق الطاوله كما العاده. عادة. شحوالك؟ الحمد لله. يا سان لونور اللي نجد بحذاك اليوم، كملت بيا دوره مدام حليمه قالت لي تنهزك الكلوب دو تنس. اللي شكون يجيب بنزرته وما يعرفش كلوب دو تنس من اقدم واعرق الكلوبات هنايا. مرحبا بك. اللي خرج دي شامبيون علاونا ناريوسنا في العالم كيما ملك جزيري كيما ولدك يعني. على يديك تعدى دارنا جور وتحيه من لوكا. احكي لي سيدي، من وقتاش تاسس الكلوب؟ الكلوب هذا تاسس من 1936 من اقدم النوادي في تونس. خرج ابطال، كون ابطال منهم انت زاده. كنت نلعب هوني منهم انت. كنت نلعب بعد مالك تو وليت مدرب. تو على يديك لي شامبيون الكل يخرجوا على يديك، يعطيك الصحه. شكون اللي يبي لو كلوب هذا؟ سي لي زاديرون ولا الدوله اللي قاعده تمول ولا؟ والله سي لي زاديرون، معناتها فما يا ان كوميتي، معناتها اللي جيري بار ان كوميتي، الكوميتي هذيك على راسها سي مهدي عنادي. فوالا جيت نسالك. فوالا معناتها فما لي زاديرون كي ادير معناتها في الكلوب وهكاك نسيي دو تخي بيان. علاقين رواحكم يعني تو سباس بيان تو سباس با اميرفاي. الحمد لله. هاني جو فوا تبارك الله لي بوسيني. سا ابارتيغ دو كيل اج يبداو؟ والله ناخذ فيهم ابارتيغ دو لاج دو 3 زون. 3 زون؟ 3 زون؟ كومي بري بري بري. وقت نبداو معاهم ما نبداوش معاهم فريمون تينيس تينيس. مي سي الى الى شنو؟ الراكيت تطول من الراكيت تطول من une mini raquette. Ma dère une jibre hadet li une raquette haka kbirha. C'est une raquette pro ama haka kbirha. Voilà, haka kbirha. Ça marche ça ça. Ou c'est vrai que ici le des tournois internationaux ou là? Oui, dina qbel. Qbel برشا ومن بعد بطلنا. لو بروميي تورنوا سيتي با في التنس كلوب خاطر في المنزا في فوالا في 2019 خاطر شي لي كور نتاعنا كوقتها اللي كنتي با هومولوجي خاطر لازم باش نعملوا تورنوا انترناسيونال لازمنا مينيموم دو 4 كور. ما شاركتوش في التورنوا اللي شاركنا فوالا. مي عملنا التورنوا هذاك وسنا 2020 عملنا التورنوا نتاعنا في الكلوب نتاعنا في بنزرت في الكلوب نتاعنا. بدينا ان شاء الله ليديسيون الجايه عام الجاي ان شاء الله. سي بلوتو تكوين قبل تهتموا اكثر بالتكوين. تعرف سي بيان ان فيت دو نو جور ليلى حليمه يعني سي بيان دافوار نو بروفيسور والعباد اي لي بارون اوسي راهو لي بارون اي سون انتيريسي اون فوا بيان يجيبوا صغار سي تري امبورتون يعني. تحس اللي سي ان كلوب دو فامي فوالا سكو جو سو ان تران دو فوار لي فامي اي سون لا لي زونفون قاعدين يترينيو. قداش عندكم تيران هنايا؟ عندنا اربعه اربعه
كانوا عندنا ثلاثة تو عملنا أربعة. مش راسة. ما شاء الله محلاها. إي جو سي أون تخان دو فواغ إي نسمع زادة اللي فما فما صغار شادين الخطوات نتاع ملك الجزيرة في التنس. إسكو سي فري؟ وي وي منهم أقل من توا 14 15 سنة كيما فما معاذ الزواجي كيما محمود شتوان كيما مي فريمون وي 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 توا كيما معاذ ولد عمناول كان في شامبيون عراق إلى كيل آج معاذ؟ إلى 14 عام داخل كل بارك الله معناتها يعمل توا في لي زي تي اف نتاع لي تورنوا انترناسيونو بدينا معناتها فهمتني أنت الكوتش نتاعهم زادا؟ وي يعني باش نسميوه لو كوتش دي شامبيون فينالمون ما شاء الله وفماش بنوتة على طريق ونجيب مثلا على ملك وعلى ونس. اي فما صغار صغار تو اللي تو قاعدين يتكونون عمرهم 10 و 12 سنه قاعدين تو نكونوا فيهم. وملوكا مازال يجي يطلع عليكم كي يجي وي وي مالك كلوب كلوب بيان سور معناتها ديما كل ما فما فرصه يجي سيت مامون جاي حتى باش عمل شويه بريباراسيون مع الاولاد هكا دخل شويه معناتها ديما موجود مالك معناتها ونس. هيا نعمل ديما نحن كوتش. توا اسلطتنا هاني حضرت السفناريا قشرتها وقصيتها هذه يا مقورية بنزرتية انتم تقصوها رونديليت هكا؟ اي قصوها رونديليت وتوا باش نصمتوها السفناريا هاني حطيت الماء نخليوها تتصمت حتى تطيب السفناريا طابت وقعدت جراير جراير شو تعمل توا؟ تفوحها؟ توا باش نفوحها باش نحط لها شوية ملح شوية تابل نحطوا شوية كروية شوية فلفل أكحل نحطوا شطر مغرفة هريسة عبيدة ونحطوا لها شوية زيت نجمة ديو بلوس نحطوا شوية ثوم وتوا باش نصبوا مغرفتين خل والبنة متاع سلطة مكحورية كان فك الخل اللي باش نصبوه وبعد ما فوحناها سليطتنا توا باش نخلطوها توا باش نحضروا لها الزينة متاعها وباش نصمتوا لها كعبتين عظم المزرعة جون اورانج مالا توا باش نزينوها ونشوفوها على الطاولة ونتعداو اللي بعده. وتو باش نعملوا التلش. نصبوا سميد أرطب وباش نزيدوهم 200 غرام فارينة ديالي. مغرفة صغيرة هكا ملح ونحطوا مغرفتين سكر ملحي ونزيدوها خميرة خبز فانواز. وباش نزيدوها مغرفة مغيارين جولدينة ونزيدوها كعب عظم جون أورانج المزرعة نصب الماء ونخلطه وتوا نكملو نعجنوه بحليب ديليس وتو باش نعملو وبعد ما عجينتنا حضرت وخمرت توا باش نحلو كعبات متاع التلشت صبوا قطيره زيت والعجينه اللي قسمتها ناخذوا هكا بالكعبوره ونحلوها كي نجمنا نحلو بيدينا سينو نجمو راهو نعاونو حتى بالقلقال وبعد ما نحلوها مدوره هكايا ناخذوا اكل كعبات متاع التمر التمر فصصتها ونحيت لها نخليو خشينه هكا تقعد خشينه اي ميره هذه الفطور الصباح هي لا في فطور الصباح هذه تقنع وتشبع بالقدي نعبيوها بالتمر هكايا البنه نتاعو في التلش تفك القصه نتاعو وقت اللي نقصوه ويبدا مزينك التمر في وسطه توا ناخذوا اكشطر الثاني ونحلوه زاده باش تلف على جناب ايواش بخاطر فما التسكيره نتاع الكهرباء باش كيف نقليوها ما تتحللش ناخذوا الماء ونحطوه هكايا على الاحراف نتاع الورقة نحطوها فوقك العجينة اللي حطينا في وسطها التمر ناخذوا الفرشيطة ونزيدوا نعملوها هكايا شوية بالفرشيطة باش تلصق لنا وما تتحللناش في وسط المقلأ ونهز كعبة التلشت والزيت متاعي سخون ونحطها ونقليها في وسط زيت سخون
اما فما حاجه نسيت ما نقطتهاش، يلزمنا نقطعها طيب ونرجعوا عليها توا الزيت، واللي يحب يحط لها شويه عسل راه ينجم يحط لها شويه عسل. ما قلنا بنينة وظيفينا قدمناهمش وما قلنا لهمش اختي من الصحة. الشيف متاعنا اليوم هي اللي تهبت وشخاط وطيبت وقدمت لكم. أنا فرحانة برشا اللي توا في السفرة معاكم. وأنا فرحانة زيدا الحليمة اللي كبارشا مش لكم. زيدا النور باش تكون معانا في الطاولة هذه. وميرسي بنتي اللي هي اختارتك خاطر تعرف شكون كنت تختار شكون تختار. عايشة القطوسة. هذوما كلهم أي. من الأصيل متاع البلاد. هذا من اللي برشا ناس نساوهم. وعلى كل حال بنزرت مشهورة برشا أكلات أخرى وثرية جدا، يعني عنا باتريمون ما شاء الله من الأكلات اللي ما يعرفوهاش برشا عباد. هي موجودة كان في بنزرت. هي أول بلاد في الجمهورية اللي تعمل العجين برشا في الدار. هذاك تلشت بنزرت مالح ولا حلو؟ حلو بالتمر. فمش حرة تعملها ماشي بجنة لو غلبتوني صح. هذاك شنو اللي قدامنا؟ هذا ظاهرة عادة شنان استاذة أمي حورية على بنزرتية. شايف يعطيك الصحة فريمون سي تري تري بون. عايش مش عندك شين يوتيوب؟ اي عندي شين يوتيوب كويزين تونيزيان دو شيف هنداتي في القناة نتاعي. دونك اللي حاب يتبعك شنو يحب يتبع الأكلات نتاعك يدخل على كويزين تونيزيان دو شيف هنداتي ويكتب اسم الروسيت اللي يحبها تجيه. تخي تخي بيان. عندي أكثر من 500 فيديو. يعطيك الصحة. أنا كالعادة نقول محليها لمتنا مرة أخرى لما نسائية. محليها للحليمة سين ديكوفيرت. أنا إحنا نحبوها وتربينا عليها وكبرنا معاها. دونك أنا سين بروميير بور موا اللي تقابلت معاها اليوم وشرفني أنه كانت لانفيتي نتاعي سانسيرمون للحليمة. محليك ومحلى ضحكتك ولا جوا دو فيفر. إن شاء الله نشوفوك، إن شاء الله ما تغيبش علينا برشا. ونقول للناس الكل تابعونا على قناة التاسعة نفس النهار نهار السبت مع 8 متاع الليل. وبوسة مرسوسة. أي صحة ليكم. بمساهمة معاجات أسيرانس اليوم مأمن وغدوة مضمن. ماما ميا ملا بنا وملا هي. فانواز حلوة منك. ديليس دانون. One promise, you will come back. Carthage Tour. عبيدة من القلب للقلب. Papillon. Deep fried chicken. أحسن دجاجة، دجاجة المزرعة. متفاهمين؟ Chicken. Newport. Goldina Golden Coffee ملسوقة الشمس نجمة اللون ذهب وكل شيء فيها يتحب. نجمة راك حر.